كده هم. هذه رسالة الشعب الجزائري من جيجل إلى كل الشعب في كل قطر من هذا الوطن الكبير، رسالة واضحة للنظام، لعصب النظام، لجماعات النظام في الداخل وفي الخارج. شعب سلمي، شعب موحد، شعب يبحث عن التغيير الجذري بكل الوسائل ضد نظام لا يفقه في التغيير إلا الاستمرار، لا يبحث عن الاستمرار إلا بالعنف، لا يبحث عن التغيير إلا بالفساد. نظام يستمر الشعب في مواجهة سلمي في الشارع ولن يتراجع، لن يتراجع، لن يتراجع. وحدتنا قوتنا، سلميتنا منهجنا، والتغيير الجذري غايتنا. كيف لا ريبوبليك؟ الجمهورية الثانية ماشي الثانية. جاي اليوم يقول لك فين هو؟ قال صالح فين كان؟ سلاكا سلاكا يقولوا وطنيه سلاكا سلاكا يقولوا وطنيه سلاكا.